السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. بالأعلى عندكم رقمين من داخل العراق، من زاخل الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. الرقمين بالأسفل الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر، الأشقاء العرب اللي ساكنين من الخليج العربي لحتى المحيط، وأيضا من يتابعنا على باقي الكرة الأرضية يقدر يتصل بنا على واحد من ذن الرقمين بالأسفل. ونفس الرقمين بصفن أكو إشارة واتساب، اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان يقدر يدزلنا رسالة على واتساب حتى نسمع رأيه ويبدي رأيه، وأتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بأول ملف واللي هو الموصل. 5 سنوات مرت على إعلان استعادة مدينة الموصل، وبعدها مشاهد الدمار اللي خلفتها الحرب على المدينة قائمة لحد هاي اللحظة بدون أي ردة فعل، ماكو أي إرادة حقيقية لإعادة إعمار ما دمرت الحرب. وزارة التخطيط العراقية أعلنت بوقت سابق أنه عن تدمير أكثر من 56,000 منزل، وسجلت 11,000 مفقود. وتقدر الحكومة أن الموصل تحتاج إلى $2 مليار على الأقل كمساعدات لإعادة الإعمار، اللي يشمل إعادة فتح الشوارع، بناء المنازل المهدمة والمتضررة، وأمور أخرى مثل البنى التحتية والمدارس والكثير. طبعا هذا الشيء ما صار وفقا لسكان مدينة الموصل. أصبحت المدينة القديمة الغنية بتراث عمره 1000 سنة وأكثر عبارة عن ركام، خصوصا حي محلة الميدان الشهير اللي دمر بشكل كامل. مصادر حكومية قدرت أنه أكثر من 80% من البنى التحتية وأبنية المدينة بعدها مدمرة إلى حد هاي اللحظة. بهالأثناء تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشاب، هذا الشاب هو من الموصل، انهار بالبكاء بعد عودته إلى مدينة إلى مدينته وراء 9 سنوات على الهجرة منها إلى ألمانيا، قبل أن ينهار بالبكاء بسبب ما شاهده من آثار للدمار. خلونا نشوفه. بالمدينة القديمة حجم الدمار ما ينوصل، بيوت كلها مهجمة، يعني الله يساعد الناس اللي عاشت هاي الوضعية هنا وشافت الشيء دا اشوفه. صعب يعني مستحيل طلعوا من هاي البيوت سلامات، مستحيل. مدينة مدمرة بالكامل مع الأسف. خمس سنوات على استعادة مدينة الموصل، لحد الآن آثار الدمار هي هاي اللي نشوفها أمامنا. تعرفون اليابان، أو اليابان بعد انتهاء الحرب العالمية وقصفها من قبل الولايات المتحدة بقنبلتين نووية بهيروشيما وكاوازاكي، تعرفون شقد طولت يلا سووا إعادة إعمار؟ 4 سنين. شوفوا هسه لوين وصلت الحرب العالمية الثانية أو الأولى. أي دولة شاركت بالحرب ونسبة الدمار بها، روحوا اقروا بالإنترنت شقد طولت. ما طولت هالقد. على كل الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق ويانا من علي أيمن يقول: الحدث أكو جثث عوائل جوا الأنقاض، الله يرحمهم ويجعل مأواهم الجنة إن شاء الله. عبد الرزاق طالب حسن يقول: لعنة الله على كل ظالم تسبب بهكذا أمر، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. حسين لطيف حمد يقول: باب الطوب والدواسة والميدان وحي الرفاعي والجسر عتيق وسرج خانة، خلاص دمار كلي.
ريماس العلي الله يهجم بيت كل من هجم بيوت هاي الناس وسعب خرابها بسبيل يقتل ويشرد الناس الآمنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع اللي هو دمار الموصل وراء مرور 5 سنوات على استعادة المدينة. السؤال ليش لحد الآن لا انشالت الأنقاض؟ ليش لحد الآن ما طهرت المدينة من المقذوفات أو من الآلات العسكرية أو الأشياء اللي استخدموها بالحرب على المدينة؟ ليش لحد الآن ما تنظفت شوارع المدينة وأزقتها؟ وليش لحد الآن ما تعمر بها شيء؟ محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. محمود؟ ألو. تفضل أسمعك. تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك. هتدمر الموصل؟ ترى الموصل بالبداية ما تدمرت. نعم. تدمرتها الميليشيات. نعم. يجيب سفرات تهدم. نعم. الموصل اشترت الميليشيات وكل القديمة. نصت التلفزيون القديمة أنا طلع لي فيها، يجولك الميليشيات. نعم. تبيع بيتك لو تمشي، صارت كلها إيرانيين. القديمة واش دمرت في البداية بحرب 11 دمرت ربعها، حتى دمروها الدواعش. هل تحكي الميليشيات؟ انقطع الاتصال ويا الأخ محمود. السؤال اللي ينطرح أيضا في قضية الموصل، ومو بس الموصل، المدن اللي دمرت بعد دخول تنظيم إرهابي إلى هذا المكان بسبب تقاعس الجيش عن أداء وظيفته الأساسية وهي حماية الأرض والسماء والحدود. السؤال اللي ينطرح هنا، ليش لحد الآن هاي المدن ما عمر بها شيء؟ بل بالعكس، دمار في دمار والدمار مستمر. وإن كان أكو إعمار في بعض المدن الأخرى، نلقي الإعمار بس موجود على الشارع العام، ما أريد أجيب اسم أحد أو اسم مدينة معينة، بس السؤال ليش بيوت الناس حالها حال مثل ما شفنا في هذا الفيديو؟ أبو عمر من الناصرية، حياك الله. أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخوي. شلونك عمي؟ هلا بيك يا الغالي. وياكم؟ وياي، تعال هو. شلونك؟ شلون فهتك؟ هلا بيك. طبعا بالنسبة نعم. ايش خلوا عندنا هم؟ نعم. ايش خلوا عندنا السياسة؟ نعم. يعني مشكلة دمار
ما حد يحكي ترى ما شارك مع مع احترامات في شغل عشان العموم ارفع شكرا شكرا لك ابو عمر. محمود من الموصل رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا محمود. اخ محمود، محمود نعم نعم اسمعك، بس نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون حتى يكون صوتك وصوتي اوضح البعض. نعم خوش. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذي نعم، القديمة الميليشيات الإيرانية نعم انطوها سموها الميليشيات عصايب الحق وحزب لون المالكي وقيس الخزعلي أخذه والأيسر نصه والأيمن نصه. إذا فلست الطيارة ثلاث بيوت هم جو ضربوا الفرع كله يعني يبيعونه يخبرها له تركيا. نعم. تبيع البيت لو ناخذه. هاي خلص سمعني مصطفى الكاظمي. العفو هذا لا ما يسمعني هذا حتى سليمانية النجد بحبها فويس مليار. يسمعنا السوداني يقول الحقاني. هاي رسالتي للسوداني للراس زين. إذا يسمعني أم بتفصيل تبيع قاعك لو ناخذها. نعم. هذا بتركيا بألمانيا حولها على المتجر يجي ياخذها إيراني. احنا القبه طلعت عندنا قاعده بيني وبينك الحكي اكبر قاعده بالعالم. قاعده كل حرس الثوري فيها. نعم. زيارات يوميه من ايران. حتى قرايب خميني يجون يزورون بالقبه. في ابن عمي النوب الثوري علينا قاعدين بتجاوز. وشفتوها تفلست رجل حديد. ظلت قطعه فحدوا عليها قصايد. نعم. فيها تقريبا 150 60 بيت راح تطلع. قلنا ما نطلع على دمعه تصير لنا ركبه. ما نطلع منها قصوها سواها شارع قرازيه وظلها راح تاخذها الدوله. يا ابا الدوله هي قاعده يظل الدوله. انت جايكم علينا. كل منطقه حي يخلون به 50 بيت ايراني. نعم نعم. احنا عندنا ابن اخويا الكلمه اسرع انت تشتكي لك على واحد يجيك جندي. جندي جندي يجي لك يقول للقاضي حتى انا عندي دعوه. هذا انت راكبيني بدو 1-2 نعم تسمعني؟ نعم عندي راكبيني بدو 1-2 وجهي لهم 5 سنين ما اندلهم وانا صار لي 6 سنين 4 سنين على الهواء معاكم. نعم جندي عندي دعوه باقة وقياتي وحلالي ومالي اروح اشتكي سيد حضرتك كلب القاضي هيثم انا اقوله بوجهه يجي عليه واحد من العصايب يقول له لف الدعوه وهذا كتابي كان في بغداد بس خايف وهل يوم قبلنا دعوة خذوا مني المشار مالي قوة قوة مالي جوا شو سيتوا القاضي جاء واحد قالوا لف الدعوة الباع المشار على محمود دعشي باع المشار دعشي لا والله مو دعشي أخوه دعشي البارحة راح أراجع هذا المشار خذوا بالنزاهة يا أبي ليش يا حضر جناب الهادي قالوا روح النزاهة استكح القاضي أنا سعد عندي دعوة ودعوة النوب في هذه قسمتها ابن اخوي اذا ما تلحق لها السوداني او انا اقول لك تعال اشتغلون النواب عده جماعة بس احنا منها طلعنا عدو منها طلعنا عدو شبك. نعم اعتذر منك اعتذر منك اخ محمود بس عندي اتصالات اخرى. شكرا لك ابو علي من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيب ترى صدق ترى ماكو واحد بالعالم يحب ان يقعد بالعراق ويتجنس عراقي لا ايراني ولا سوداني ولا مصري لان هم اهل العراق ما مرتاحين شلون يجي واحد ترى ذيك البلدان حتى لا جوعانه بس مرتاحه بس مو مثل العراق. العراق ترى تحت نعم عصر الصحه مجانا وجوده عاليه والكهرباء شوف المجانا هي والماي هسه باسعار هاي وين هاي يا اخ ابو علي تعرف الحكومه وين لا اقول لك هاي وين انه الصحه مجانا وما اعرف شنو بالعراق
كاتب عصر فل... اها نعم نعم وانت ساكن بالعلاقة وتعرفها؟ نعم تعرف؟ لا عبالي اذا تحكي على دولة اخرى اسف ما سمعتك. اي تفضل. هو من يحب يقعد بالعراق؟ هو من يحب يقعد بالعراق؟ يلا يجيبون ايراني ويقعد ويجيب سودان ترى صدق ما حد يقعد بالعراق حتى الصومالي من اب وجد ترى العراق هذا وضعه فاسد كافح فاسد. نعم نعم صدق الواحد يقول ايراني جا وقعد بالموصل ترى ما حد يقعد بالعراق. العراق هلا ما نعيشهم خياراته كلها للبلدان الغرب يلبس بالعمال تشتري قرى وتشتري مدن وهنا ياخذون نفط البصره وخيرات الجنوب يروحون كلها للدول الاوروبيه وقاطع جوع الناس. نعم. الله وكيلك طاغوت يشاف الطاغوت من قامت الساعه هذا اليوم لا تصدق ان واحد يجي يقعد بالموصل ولا يقعد بالجنوب ترى ما حد يقعد من مختلف الجنسيات. نعم شكرا يعني شكرا لك ابو علي هشام من باب حياك الله. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي اللي شاركوا بتدمير مدينه الموصل هذه انياب الفرس المجوس وانياب المغول والتتر والصليبيين كل اللي دمروا الموصل هم هؤلاء. نعم اي والله اخوي هم دمروا وهم هجروا كل سكان الموصل ما سلمت مدينه بالموصل اذا ما كان تهجيرها وخلاها تسكن بالخيم تحت الخيم والاعتداء عليها وحتى بالخيم الاعتداء عليها من قبل انياب الفرس المجوس. اي والله يا اخوي انياب الفرس المجوس وانياب الصليبيين والتتره والنصارى هؤلاء كلهم هم اذناب الصليبيين واذناب التتر كلهم اذناب التتر هذول وكلهم اذناب النصارى هذول هم اللي قاموا بقتل اهل الموصل وهم قاموا بقتل ابنائها وتجريهم الباقين في سجون والمعتقلات. اي والله يا اخويا هذول كلهم مجرمين وكلهم طغاة حتى ما اجرهم الفاسده جزء منهم والله والله الكريم حتى ما اجرهم الفاسده القذره هذه جزء منهم تامرت على ابناء الموصل بحجه تحريرها من الدواعش ولكنهم جزء من الدواعش الله شاهد ورسوله. اي والله هذه المراجع اصبحت انتقام هنا وإياه ليس مراجع والله انتقام شهد والله بالله العظيم انتقام انتقام اسود هذا يشهد الله ورسوله قالوا لا هؤلاء هم تكفيريين هم اذناب الفرس كلهم هذه المراجع وكل الاحزاب الغاشمه والميليشيات كلهم اذناب الفرس اذناب النصارى اذناب الصليبيين والتتر كلهم اولئك الطغاة كلهم ومن يساندهم من كل مدن العراق من يساند اذناب الفرس واذناب التتر. نعم نعم اخوي شكرا شكرا لك اخ هشام. مشاهدينا الكرام صوت البرلمان بالعراق على التشكيله الحكوميه الجديده اللي راسها محمد الشيع السوداني ورا صراع على المناصب والحصص امتد لاكثر من سنه. التصويت صار بالاغلبيه المطلقه على التشكيله اللي قدمها السوداني خلال جلسه البرلمان اللي حضرها 253 نائب. وشهدت التشكيله الحكوميه الجديده تعيين 3 نواب رئيس الحكومه هم فؤاد حسين وزير للخارجية ونائب أول، نائب ثاني هو وزير النفط حيان عبد الغني، ونائب ثالث هو وزير التخطيط محمد تميم. بهالأثناء تخللت جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية اشتباك بالأيدي بين نواب. مصدر برلماني قال أنه أكو عراك بالأيدي بوكسات وراجديات صار بين النواب بسبب اعتراضات حركة ابتداد على برنامج السوداني، وأشار إلى طرد النائب علاء الركابي من الجلسة وإحالته إلى السلوك النيابي. خلونا نشوف. دول اللي يمثلون الشعب على كل. وراء هذا الاحتجاج تعرض نواب امتداد للضرب وهجوم من قبل نواب محسوبين على الحشد بخطوة مراقبين قالوا عليها انه هاي دليل صارخ على استخدام القوة ضد كل من يعارض سياسة الإطار بما فيهم النواب اللي رضوا القبول بدخول عملية سياسية
محاصصاتية. خلونا نشوف. تعرضنا الآن إلى الضرب مباشرة من بين مجموعة من النواب المحسوبين على جهة الإطار، أنا ودكتور فلاح، وهددونا الآن بالقتل، وإحنا الآن محتجزين. القوات الأمنية مخلينا في مكان حتى يحافظون على أماننا، حتى يحافظون على أماننا. تعرضنا إلى ضرب مباشر في باب الرئيسي داخل المجلس. نواب الإطار وحمايتهم اعتدوا علينا بالضرب. أنا والنائب دكتور فلاح الهلالي، خلي يسمع هذا الشعب. بعيداً أن ذولا شلون صعدوا وشلون صارت وشنو انتخابات وذولا مقبولين لو مرفوضين، هم يدرون اللي أنه النائب هذا عنده حصانة يعني ما ينضرب. على كل بنفس السياق نبقى، ويبدو أنه الميليشيات أطلقت العنان القتلتها لملاحقة كل من يعترض على سياستهم. الناشط يعقوب الفتلاوي أكد أنه نجا من محاولة اغتيال وراء دعوته للمشاركة بالتظاهرات الرافضة لحكومة السوداني بمحافظة النجف. خلونا نسمع. أول ما نشرت أنا وطلعت من البيت على مود رفض الحكومة الفساد، رفض حكومة الإطار، رفض حكومة التيار، رفض حكومة شكو حكومة قتلت الشعب العراقي، احنا رافضينها. وأنا جيت متحمس على هذا الشيء، لكن من عبرت فوق الجسر مال الأسكان تعرضت لإطلاق نارية ودورية بعد عني 100 متر تمشي بالشارع، ولحقتها بسيارتي وقلت لعمي هاي قيادة النجف، وقلت لعمي ضربوني بدراجة وظل واقف بنص الشارع. ومن بعدها من الأسكان لمن وصلت ثورة 20 خلال دقيقة أمشي سرعة بلغت الدوريات اللي موجودة هنا، ولا واحد يتحرك. أحد القيادات اللي موجودة يقول لي وأنا لحق بالدراجة، وأنا كدولة، وأنا كضابط عد اليمين يخون أهله وناسه. يعني معقولة مدينة أمير المؤمنين نجي نتظاهر من أجل حقنا يضربوننا طلق؟ طبعا ما يقدر يلحق بالدراجة لأن أبو الدراجة مدعوم، بس خوش جهد استخباراتي عندنا ما يقدرون يعرفون من هو. المهم على كل، طلعت اليوم محافظة ديقار تظاهرة ترفض حكومة محمد الشيعي السوداني اللي أقرها البرلمان. المتظاهرون بساحة حبوبي بالناصرية أكدوا أنه التشكيلة الوزارية اللي اختارها السوداني ما اختلفت عن سابقاتها وفق مبدأ المحاصصة اللي هم رافضين، وجددوا مطالبهم بإسقاط عملية سياسية اللي أوصلت البلد للدمار والفوضى اللي احنا نعيشها. راح نشوف هذا الفيديو قبل ما نستعرض التغريدات على وسم هاشتاج حكومة المحاصصة مرفوضة. احزاب ايران ضايجين من هاي الصور، صور الشهداء اللي كتبوهم هم، هذول يا كتلهم يا كتلهم، واحزابكم الايرانيه اللي كتلتهم دول الشهداء لولا انا ساحه الحبوب من الناصريه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وقلنا لكم راح نختار لكم تعليقات على وسم. الوسم كان هاشتاج حكومة المحاصصة مرفوضة. أول تغريدة من محمد رضوان: يجب توحيد الصفوف لمواجهة حكومة المحاصصة والميليشيات، المعارضة الحقيقية تبدأ من الشارع، هاشتاج حكومة المحاصصة مرفوضة. أنسام سلمان: كل الموجودين بهاي الحكومة شاركوا في القتل والقناص والاغتيالات والتهجير والطائفية والتسليب والسرقة والقمع، هاشتاج حكومة المحاصصة مرفوضة. شروق علي الطائي: تسقط حكومة الكاتم والمحاصصة، هاشتاج حكومة المحاصصة مرفوضة. أحمد: خيبة أمل كبيرة من القوى السياسية وتشكيلتها الحكومية التحاصصية اللا تخصصية غير الكفوءة الجديدة، هاشتاج حكومة المحاصصة مرفوضة. إذا كانت هاي التعليقات أو التغريدات حول هذا الهاشتاج الأخير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا يعني.
يسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية، لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم ويانا اتصال احمد من الموصل. حياك الله يا احمد. وعليكم عين، شلونك عيني؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. نحن بالموصل عندنا منطقه يعني شلالات ما يخلونا نبني فيها، الحج الشعبي لواء 30. ليش؟ يقولون تغيير ديموغرافي. هم يقولون تغيير ديموغرافي؟ اي والله. زين. نعم المحافظة ما يخلينا. ايه. اي والله. زين. قبل احنا اشتكينا وصلنا لرئيس الوزراء بوقتها. شو يقول لك؟ او شو يقول لكم؟ بس نصيل صوت التلفزيون اخوي العزيز، انت على مود اسمعك اوضح. ايه. رحنا اشتكينا وحاولنا وطلعنا مظاهرات وما ما يفيد لحد اللحظة. واستجانا التوسيع 7 كيلو متر، هم طلعوا اعترضوا العشائر هذه بشهر نينوى. نعم. دمرونا والله، ما يخلونا نبني. احنا عندنا راديو اراضي اللي بيها ما يخلونا. نعم. نعم. منبركم الرافدين. نعم، شكرا شكرا لك اخ احمد. ابو عراق من الفلوجه حياك الله. السلام عليكم اخوي استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ افل لا تزعل علي، هذا الشعب هو راي، هو رايد، هاي هو رايد دافعات كافي، صار 23 سنه طاقونا ونهبونا وسلبونا وقاعدين وندخل للمظاهرات، المظاهرات حتى المظاهرات هاي نعتبرها مظاهرات فاشله. عمي هذا هاي هاي الحراميه، اذا ما يتحد الشعب كليته ماكو فايده. استاذ افضل الله يسلمك. نعم يعني كافي كافي يا شعب العراق، كافي سكوت، ارجع لتاريخك يا عراقيين، ارجع للتاريخ، شوف التاريخ كم ما حسحلو، ايش بيكم انتم؟ والله طالع لي السوداني اليوم موزع الكابينه الوزراء، ليش هو ما كان هماتين بالحكومات المتعاقبه اللي سواناها شنو هو؟ بغير الدمار والنهب والسلب والقتل وجابوا لنا الطائفيه، فكافي عادي يا شعب. انا ما ناشد الحكومه. نعم. انا ناشد الشعب العراقي الشريف الاصيل. اقول لك كافي كافي، لازم تبدل هذا. هذا ذل هذا استاذ افل، الله يخليك. لا خلوا لنا صناعه، لا خلوا زراعه، لا خلوا تعليم. نعم. فجرونا لعبه، يعني كافي كافي، الى متى؟ الى متى السكوت هذا؟ والله نطلع بساحه النسور نطلع مدوين، كافي مو هيك عمي. عمي تغيير الحكومه مو بهيك، مو بهي الطريقه. ولا امشي تحت سيطره لا سيد فلان ولا بالاحزاب ولا غيره. نعم. عمي اتحدوا يا شعب العراقي. نعم. اتحدوا. في وين وصلنا بعد؟ مو كافي. مو كافي الشعب انتهى يا استاذ افل. وانتهى. ونهونا الله ينهيهم ان شاء الله. الله يكرمهم. نعم شكرا شكرا لك ابو عراق. اظهرت مقاطع مصوره اطلاق نار كثيف من قبل مقربين من وزير الصناعه الجديد خالد بتال نجم الجغيفي بقضاء حديثه، ورا ما وصل الامر بهم انه استخدام احاديات بتعبير عن فرحتهم ب
ترشيح ابنهم دون مراعاة لحياة المواطنين، وش تسبب الإطلاقات الطائشة من مخاطر جسيمة؟ خلونا نشوف. تعرفون العراق تحرر من الاحتلال. طبعا هذا الاحتفال اللي شفناه مو بس الجغايفة يحتفلون بهاي الطريقة، لا، تحول هذا الاحتفال إلى ظاهرة متلازمة لاستيزار الوزراء بحكومة محمد الشيعة السوداني. مقطع ثاني عندنا يظهر احتفال مقربين من إبراهيم النامس بتعيينه وزير للتربية من محافظة صلاح الدين بمشهد أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف. ما أعرف شو أسميها لهاي الظاهرة. ناس لما شافت هاي الفيديوهات وغيرها علقت على هذا الموضوع. اختارينا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك. قصي نجاح أبو علي يقول يمكن لو صاير وزير دفاع الرمي يصير بال57. ضرغام العراقي العتابي يقول هذا وزير التربية هيج عنده سلاح، لعد أبو الداخلية ايش عنده، ودعتك إذا وزير الصناعة عنده أحاديات، تخيل أبو الدفاع أو الداخلية ايش عنده. أبو آمنة أبو آمنة بدل ما يتلقون بالقلم والكتاب يتلقون بالرصاص، لا رهمت. وزيد عدنان يقول على أساس عينوه طبقا لكفاءة المنقطعة النظير مو على أساس المحاصصة. لا، أنا بالنسبة إلي أرد أجاوبك على هذا التعليق، هم عينوه على الكفاءة المنقطعة النظير مو بنظرك أنت وبنظري أنا، هم عينوه على الكفاءة الشومباك. يعني من جاب هذا السلاح إذا هو بعد ما صاير وزير؟ أبو علي من بغداد حياك الله. الله يسعدك. هلا بيك يا غالي. شلونك سابق؟ هلا بيك. جبتها تاع الموصل. ايه. تقول تهدمت، راحت لها الدواعش. أبو علي. أبو علي. نعم. نعم. أنا ذكرت بهاي القضية وقلت وحكيت. قلت بعد دخول تنظيم إرهابي إلى المدينة وتقاعس الجيش العراقي عن أداء واجبه ومهامه الرسمية بالحفاظ على أمن البلد وحماية حدود البلد وحفاظه على الأرض والسماء والماء وكل شيء، ولبس دجداجته وانهزم، صار الدمار. تجي ترجع تعيد لهاي النقطة، ما راح أقبلها منك. ليش؟ لأنه قلناها، ما احنا عارفيها، بس احنا دا نحكي على حكومات صار لها 5 سنين. لحظة أوقف أبو علي، احنا ذا يحكي على حكومات صار لها 5 سنين، تقول احنا مستعادين المدينة، المدينة تحت سيطرتنا، ماكو تنظيم اسمه تنظيم الدولة، قضينا عليه وطلع العبادي بإعلان النصر وفرحة وصار عيد وطني بالعراق، والمدينة لحد الآن ما تعمرت والنازحين قاعدين بالمخيمات. ما راح تجاوب. ألو. ألو دا أسمعك. لحد الآن الدواعش، لحد الآن دواعش موجودة. وين؟ لحظة، وقف، لحد الآن شنو؟ لحد الآن الدواعش موجودة يا حبيبي. عدوا ياي، لعد حيدر العبادي وزير داخليته ووزير دفاعه وجماعة مالتهم واللي حكموا ورا وحكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي كلهم كذابة. يا حتعوف العبادي. لا لا، وقف أبو علي، وقف، شلون أعوفك من العبادي وهو أعلن النصر؟ وجرف الصخر سموها جرف النصر بناء على اعلان النصر مالته.
اخوي ياهل بايع ياهل بايع بياهل صلى وراه ياهل بايع البغدادي ابن الحلال. شكرا لك ابو علي، اشكرك جزيل الشكر. عندنا اتصال ثاني، محمد من امريكا ويانا، حياك الله. السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي. هذا ابو علي، ابو علي غير ابو علي، ذولا ديون لايران ليس للعراق، ذولا حرامات عايشين بالعراق. والله العظيم تدمير المناطق السنيه، شيعه ايران، شيعه ايران ما يريدون سني يبقى بالعراق، كفيله الله. غير ابو علي جماعه ابو علي وابو علي، ابو علي هذا دين اصلي، هذا من جماعه بدر، حزب بدر القدر. هذا محمد خلي ابو علي على صفحه وخلينا نحكي برايك بالحلقه. نعم انت استاذي العزيز، هذا مخطط كفيلك الله يقود الحرس الثوري الايراني، ما يريدون سني يبقى بالعراق، كفيلك الله وكفيلك محمد ورسله. هذا محمد الحجبوسي وقائد شرطه الانبار حشاك الفاشي يتهجمون على عشيره جبريلي، يقول له لو بكم خير بدر ما يدوس على عقولكم. والله العظيم خسر يا ولد، كل نجس ما يدوس على عقول اهل الانبار، يا نجس انت فيها اللي في خير ما بيحكم رمادي للميليشيات الحشد الايراني حزب الله الوطخ هذا قاعد بالانبار. كفيلك اللهم دمروا منطقه مناطق الغربيه، هم محمد الحلبوسي وزول الحسالج اللي يحكمون حاليا هسه، ليس كنا تابعين للسن. كفيلك الله تابعين لايران. واوامرهم ياخذوها من ايران. الخزي والعار لمحمد الحلبوسي. شكرا شكرا لك اخ محمد. نطلع من موضوع الاستيزار وفرحه التابعين وانصار الاحزاب الى موضوع حكينا عنه هواية اللي هو قطاع التعليم بالعراق. وجه الناشط من البصرة أو ناشط من البصرة رسالة للجهات المختصة دعاهم بها أنه ينظرون بحال مبنى واحد تتشارك به ثلاث مدارس هي كل من الهمام والبقاع وحامورابي، ورما أكد وجود حياية أفاعي بالمدرسة اللي تضم 1500 طالب بعيدة عن كونها هي آيلة للسقوط. يعني مدرسة بناءها مو صحيح، مدرسة مهددة بالسقوط، بها أفاعي وتشارك بها ثلاث مدارس. خلونا نشوف شهادته للناشط من محافظة البصرة بخصوص هاي المدرسة. حيكم الدنيا غروب، يا رب استر علينا. تفضل، هاي مدرسة الواد مناشدتنا وجينا، مدرسة طايحة وبيها 1200 طالب يداوم. تصور هاي المدرسة حتى حياية بيها، تصور حياية يعني حياة طب الصف طايحه متهالكه. تعال شوف، صور تعال قدم، تعال يلا صور، تعال صور. اربع دوامات على 1200 نفر يدامون بهاي المدرسه، ومديره المدرسه متحمله كل الاذيه وكل المسؤوليه وكل الصفوف هاي للسقوط. هذا حال وحده من المدارس. نطلع من عندها نروح الى محافظه من المفترض انه تستقبل بطولة خليجي 25 ودا تنبذ دعاية مخالفة عن واقعها، وما زالت الصور المعبرة عن انهيار المدينة تغرق وتغرق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها تلك المتعلقة بانهيار الأمن بالمحافظة وانهيار واقعها التعليمي على حد سواء. أظهرت مقاطع مصورة نشوب مواجهات مسلحة أمام مبنى مدرسة علي بني الطين بمنطقة المشراق وسط محافظة البصرة، وفقا لمصادر محلية خلال دوام الطلاب بالمدرسة، بمشهد يعبر عن الانهيار الكبير وغياب الأمن والقانون بالمحافظة. خلونا نشوف. مدرسة
شان اكو قبل برنامج اسمه السلامه العامه، اتمنى يسوون برنامج اسمه كيف تتعامل مع الطلقات التائهه بسبب النزاعات العشائريه اللي تصير بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت. عبد الهادي السدخان يقول اذا وزير التربيه يحتفل بالاطلاقات الناريه بمناسبه اختياره ايش تترجى من التلاميذ؟ يطلقون ورد؟ علي الحسناوي حرامات وجريمه القوات الامنيه تاخذ رواتب بهيج مناطق. علي المرشدي الدول تصنع طيارات وسيارات تكنولوجيا حديثه عندهم واحنا ملتهين بالنزاعات العشائريه. اركان محمد علي العامري يقول زين انتم يا شرطه مدري حرس المدرسه مدري اف بي اس شنو شغلكم؟ بس جاي بس شاي وبسكت يخلص الدوام وفلت للبيت. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا ويانا. ما مفهوم الفكر الإسلامي وأي وظيفة يؤديها في الأصل؟ ما مقاصد الفكر الإسلامي وغاياته؟ ما المقومات التي ينبغي للفكر الإسلامي أن ينهض عليها؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان الفكر الإسلامي نظرة عامة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نطلع من المقاطع ونروح الى الانفوجرافيك. على الرغم من ان العراق يعتبر من البلدان غير المستقره نسميا بسبب وضعه السياسي وكذلك وضعه الاقتصادي وكذلك وضعه الاجتماعي، خاصه ان الموازنه ما اقرت حتى الان، الا ان سوق العقار بالعراق خاصه بغداد دا يرتفع بشكل غير مسبوق. وصل سعر المتر المربع ببعض المناطق التجاريه الى ارقام خياليه تنافس ببعض الاحيان الاسعار بباريس ولندن وباقي البلدان العاليه القيمه وتتعداها بأحيان كثيرة. على سبيل المثال سعر المتر المربع الواحد بمنطقة المنصور أو شارع الربيعي وصل إلى 20,000 دولار أمريكي وفقا لمكاتب عقار متخصصة. خلونا نعرف شو سوى الأسباب بهذا الانفوغرافيك. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا التقرير. خريجو كلية العلوم اللي جرى توظيفهم بوزارة الصحة حمل وزيرة المالية بحكومة محمد الشيع السوداني طيف سامي مسؤولية تأخير صرف رواتبهم من نحو تقريبا 10 أشهر، وجدد الخريجون مطالباتهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة واللي ما انصرفت من بداية عملهم بالوزارة بسبب عرقلة صرفها من قبل وزارة المالية منها تحديدا قبل تسلمها منصب الوزارة. واستغرب الموظفون من العراقيل اللي وضعتها الطيف بالوقت اللي ما تتمكن به من إيقاف نهب أموال العراق، خصوصا فضيحة النهب الأخيرة اللي تبلغ قيمتها تقريبا 2.5 مليار دولار. الموظفون تعرضوا للاعتداء بالضرب عقب تنظيمهم هاي التظاهرة الحاشدة يوم الاثنين الماضي أمام وزارة المالية ببغداد للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات على وسم هاشتاغ طيف
طيف تعرقل رواتب العلوميين. تبارك العزاوي كاتبت لها منصة تويتر تغريدة: وين ترحين من الله يا ظالمة؟ الله أكبر عليك ست طيف، إليك وقفة أمام الله بيوم القيامة ولا نفر مسامحك من 7000 عائلة. هاشتاغ الطيف تعرق رواتب العلوميين. مصطفى أحمد: قبل فترة تقريبا 3 سنوات أو 4 صديقي تعين بالتربية وهم تأذى وسالفة الرواتب، وكنت تحكي وياه وأقول له ليش ليها السماء مستلمي، يقول لي من وراء طيف سامي وكنت ما أعرفها، يابا منو هاي؟ يقول لي هاي الحل والربط كله بيديها وهي جاية تعرق رواتبنا. رباطة سالفتي العرقلة شمرة متعلوم. هاشتاغ طيف تعرقل رواتب العلوميين. بشير الحسيني: هاشتاغ طيف تعرقل رواتب العلوميين. إلى طيف سامي: عندما تعرقلون رواتبنا تذكروا أنكم سبب في قطع أرزاق 7000 عائلة، وأي أذى يتحملوه برقبتكم، اتقوا الله. وآخر تغريدة ويانا من أمجد علي: هاشتاغ طيف تعرقل رواتب العلوميين. بعد أكثر من 9 أشهر من الدوام الفعلي لموظفي العلوم والالتزام بأداء واجبهم دون كلل وتعب، وبالمقابل لا يجدون ثمرة تعبهم، إلى متى يا حاجة بيت الله؟ إلى متى يا مسؤولة وزارة المالية؟ إلى متى يا طيف سامي؟ كانت هاي التغريدات من الناس حول هذا الموضوع. بالنسبة إلى رسائل الواتساب: السلام عليكم. المالكي الوجه الثاني لعملة السوداني وإيران، من اختارتها لتعمق علاقات العراق بإيران لتحقيق بقية مخططاتها القادمة من قبل رئيسين للوزراء في العراق السوداني على الواجهة، والمالكي بالخفاء كما صرح لنعيد هيبة حشد ولم يصرح بهيبة العراق لأن إيران هيبته. رسالة من ليبيا: أنتم على طريق ليبيا في المحاصصة المدمرة، استمروا. أخوي العزيز أعتذر منك، كنا على هذا الطريق قبلكم 10 سنوات أو أزود، لأن هاي المحاصصة إجت للعراق بعد عام 2003 واتجهت ورانا بهواية، ويا ربي ما توصلون المواصل وصلناها. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، نفس الموعد باكر بإذن الله. في أمان الله.